مبتدئا مع الناس ستنتهي. ولهذا احنا مسؤولين على الجهد. ما كانش نتكلموا هنا احنا كفريق كنهضر على الفرق مع رجل من الداخل، ما كنتكلمش باسمي ماشي باسم الشخصي، كنتكلم باسم الفريق. بعد عدة لقاءات التشاور والحوار حول مجموعة من النقاط اللي جوا العمل من كل شيء ديالنا اشتغلوا من اجل من موقع المعارضة من اجل انجاح هذا الشيء. راه ماشي من اجل وضع عراقيل امام مجلس الحال ورئاسته هي في شبكة التدوير التنموي ديال الشيء. بالعكس يعني نعتبر انفسنا ديال الان عاجزة لهذا العمل، وبمواقفنا نحاول أن نثير انتباه الإخوان الأغلبية إلى أن هذه الخطوة السياسية عند مجموعة من المحامي يجب الانتباه إليها. والعدالة الثانية ما كيغيرش المواقف ديالو من المقالات اللي تخرج دابا وسط، لأن الموقف ديالنا مؤسس أسسناه من خلال نقاش عميق وجدي ومسؤول. لن نحتاج للتفكير في مواقفنا من البادية والتنمية في البادية ومواقفنا من العالم القانون أقاليم وهذا شيء في جهة. حين كنت كنتكلموا بكرة وكنتكلموا على جهة كلها جهة، لأن تستشعر الحمد لله تبقى أقاليم مهمشة. باقي شي الشاور مهمش، باقي شي سيما مهمشة، باقي وزة، باقي شي ست العرايش، باقي شي ست حتى منطقة. ولكن هناك عمل، هناك إنجاز، ونتمنى باش تكون واحد العدالة مجانية وأن جميع التراب ديال الجهه يحيط بالتنميه وجميع التراب ديال الجهه وجميع ساكنه الجهه تحس بانها تنتمي لهذه الجهه ولا شي تقدم ولا شي حاجه. السيد الرئيس في هذا الموضوع فيه شقين، فيه الشق السياسي اللي تحدثت عليه ونحن متفقين عليه، وان امكانيه الجهه توجه الى مشاريع تقطع جهه، هادشي كيما اللي اتفقنا عليه وكنا تصويت في الدورات السابقه مجموعه من القضايا كنا متفقين. القضايا الكبرى كندخلوا فيها ولكن لا نجزئ، ما يمكنش نجيو نقولوا حق يعني نمشي في شهور لانني من مولى حق الموزن لا يقين مشروع يمكن نزيدوه 100 درجه ولكن يرد بالنفع على الجهه الاخرى نقولوا خليوا اقل ماشي ضروري نجيبوا الشهور لان بعيد مهم. هذا البعد الاجتماعي حنا متفقين في هذا الموضوع ديال النقد المدرسي اللي تطرح في الدورة السابقة. الخلاف كان عندنا فهم، أنا بغيت نذكر لأن الطلبة تحدثوا الإخوان تحدثوا هذا في الموضوع وطلبوا تذكر أن موقفنا ماشي من النقد المدرسي وماشي من دعم التعليم بحد ذاته. بالعكس أنا نقول هو اختصاص ديال قطاع ميزاني، ماشي حتى اختصاص مش المشتركة، وخاصة في النقد المدرسي هو اختصاص ديال هيئة أخرى اللي هي المجالس الإقليمية منصوص عليها اختصاص ذاتي هي المجالس الإقليمية. يعني يمكن أن احنا الدور ديال الدال على الخير كفاعلا، يمكن نمشيو نقولوا المجالس الإقليمية نعملوا معاكم مشاركة ونضوا تحركوا في الأقاليم ديالكم وديروا صفقات وتجي وكالات وتجي كذا باش تحسنوا الأداء هذا المجال ونضمنوا الأمانة في الجهة كلها أنهم يكون عندهم إمكانية الخروج إلى المدرسة يعني خاصة اللي عندهم راحوا إلا أننا ناقشنا بالأساس التدخل ديالنا في القطاع التعليمي. قلنا تدخل ما يمكنش يجي مجزأ، لأن تجزئ فيها جوج حاجات، إما أن حنا استكملنا التصور ديال الحوار التعليمي والأسباب ديالو في الجهة وعرفنا شروطنا وقسمنا ودينا كنضخلوا جزء بجزء، وهذا يمكن نكونوا تسعة متفقين ونقولوا غنبداو هذا الجزء وغدا نوصلوا لجزء آخر، وإما أننا صافي ما استكملناش التصور ديالنا ويمكن تحسن الإلحاح ديال الطلبة ديال الساكنة ولا ديال المشاكل اللي يمكن نعينوها هكا سيارة أو كذا يبان بأن واحد الموضوع طويل خصنا نضخلوا فيه، وهذا هو حاصل الآن. تحدثوا عن النقل كأنه وهذه مسألة لم نتفق عليها ولم يبرر فيها جهة بحد ذاتها مش هكا. وهذا الشيء كاش قال السيد الرئيس بالذات كلمة قال ما يمكنش واحد يقول لنا ما يستكملنا الرؤية ديالنا في هذا المجال. هذا هو حنا كفريق كنقولوا الموضوع التعليم نعم، بداية القلب ديال التدخل فيه لا، إلى غاية استكمال الرؤية.
والان احنا على بعد ربما اسابيع فقط غادي يتقدم مكتب الدراسات باش يجيب لنا الدراسه ديالو اللي كنتمنى ان فيها نعرفوا البرنامج فيها يكون الحراك بعدا هذه المعالي باش ننتجوا برنامج جاوي التنميه يكون فاعل يكون فهمي الواحد يعطي اقصى ما يمكن من جهده باش نخرجوا باش نعرفوا الاولويات من بعيد بعد بعد انا من غير ما نهرفوا بعد الخريطه للطريق خرجوا لكم احنا كفريق ممكن صافي غنصوتوا بناء على جميع المشاريع اللي غتجي تخدم ديك الاولويات لان نكون متفقين على مدى خريطه الطريق يبقى في الامور التقنيه بحال هذه واش البرنامج واش الكرا واش الشرا واش هذيك اللي بقى تقنيه يمكن نوصلوا فيها النقاش والاستشاره والخبره ونلقاو فيها الحلول اش كان عندنا هنا دابا احنا ما متفقينش على كان يكون واحد المشروعيه ونبقاو نجيب وقلنا استعجاليه استعجاليه يهضر عليها في الدوره السابقه ومجموعه من القوانين ديال الضوء فماشي مستعجل ولا الدوء ما عرفناش ماذا احنا في دوره اخرى بعد 60 يوم بعد شهرين احنا في دوره اخرى نطلعوا نفس النقطه وانا اتصور اذا كانت الاكاديميه شارك في الموضوع سنحتاج الى دوره اخرى لمسابقه على التقنيه الاخرى باش تكون تلاميذيه لانه من بعد الاكاديميه ستتفرق معنا واش الدوله كيوصلوا في الوقت ولا ما كيوصلوش واش كذا واش كذا اذا ما كيسالوش هي اتفاقية أخرى لأن الموضوع الاستعجالية كانت فين يعني في التصور بعض الأخرى ما كانتش صحيحة كان ممكن تزيدوا تعملوا حنا مستعدين نجيو كفريق نوضعوا جميع الإمكانيات اللي عندنا والاستشارات اللي نبحثوا تستحنا ونبربروا ونجشوا فيها وفكرتكم خويا صاحب السيد الرئيس عبر على تحمل المسؤولية السياسية في الموضوع راه ماشي واحد من السيد الرئيس ولو على راك الضوء على الميناش هاد الموضوع يمشي ولو ان هادشي ما يمشيش راه حتى حنا ما عمرنا نتحمل المسؤوليه فين كنا ملي كان السيد الرئيس كياخذ هاد الموقف اللي غنطيحو في هاد المشكل على هادشي واش غادي تاخذ هذا دور من الاساس وتما هو حنا السيد الرئيس باقي ما كنا هاد الموضوع هاي الناقش لانه بدينا كيكون اشهر السيد الرئيس السجناء اللي خدام التقرير اعطى التوصيات ديال الايجاد الاربعه ومن خلال التوصيات ديال الايجاد الاربعه كيتبين ان كل وما قدرش تلمس واحد الحال بل هو الاقرب جدا الواحد خلى يعطيك شيء يفتح من احسن مشري ومن احسن مكري ومن احسن كذا تو التفاصيل ديال الدخول في الموضوع على غير ادخل لان بالنسبه للطلبه بغينا واحد باش التصور هاد التفاصيل هذه كتبقى الاخوه المدبرين اللي داروا في الرئاسه هما اللي غيدخلوا فيها ويقولوا شوفوا كيفاش غيدخلوا هذا حنا كنقولوا احنا مره اخرى كنا نفتحوا الموضوع اقترح صراحه تعديل في القرار اللي كنا نتخذوه في الدوره الى ان جي بجهد التدخلات ديالنا كلها لم تحضر الترحيب انذاك وكنعتبر بان هذا الموضوع هو موضوع اساسي في هذه الدوره كيبان لي هو من اهم النقاط اللي عملنا في هذه الدوره لان علاش في المبلغ المالي ليس بالهين وحنا ما بغيناش نزيدوا شغنقولوا انتكاسه على الاخر مجلس الاعلى التعليم يلا قدم دابا القرار ديالو ونصابوا بخيبه امل امام المدرسه المغربيه والنتائج اللي فيها فدابا حنا بغينا نعاونوا كيف نبغيو نعاونوا كيبان لي خص المعامله ديالنا تكون واحد الدفعه ونردوا الامل للشعب المغربي والابناء الجهه بان واخا التعليم ديالنا تراجع لان هذا مساله ممكن نتحمل ولكن الجهه واخا ماشي دورها الاساسي واخا ماشي الاختصاصات الذاتيه ديالها راها نظرا لان هذا الموضوع وحيوي كيهم يعني الجانب الاجتماعي المهم حنا وضعنا كاملين اجمعين بالتفاصيل الاخرى المصائب اللي يستقبلوا هذا الشيء بالفعل بين حقيقه بين وجود ولكن حتى هذه المقارنه اللي غادي تصير رئيس بين المراحل كناقشوا حتى هي غتخلق يعني اشكالات اخرى لا داعي لكل التفاصيل دابا لان جلسه عامه والمفروض ان المواقف هي تكون واضحه ماشي التفاصيل فاعتقد ما كنقولش نترددوا ولا نشجعكم الامور ولكن كنقول هذا الموضوع ما فيه نقاش شكرا سي الرئيس شكرا